وسهلا بالجميع. اليوم ان شاء الله يا شباب معنا كلمة وهي مثلث، والمثلث معروف عبارة عن شكل هندسي له ثلاث زوايا، ممكن يكون حاد، قائم، منفرد. طبعا احنا دخلنا بدرس هندسي، لا نبدأ في الموضوع. مثلث معناها triangle. تركش قاعد زي هيك، كرر وراي، تمام؟ كرر وراي. triangle. تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.